أنت تحيين في وأنا أحيا فيك، أنت تعلمين ذلك وأنا أعلم ذلك. يجب أن لا نتعاتب، يجب أن نتفاهم، ولا نستطيع التفاهم إلا إذا تحدثنا ببساطة الأطفال. فاسمعي يا صغيرتي الحلوة، إذا تخاصمنا في المستقبل، هذا إذا كان لابد من الخصام، يجب أن لا نفترق مثل ما كنا نفعل في الماضي بعد كل معركة. يجب أن نبقى برغم الخصام تحت سقف بيت واحد حتى نمل الخصام فنضحك، أو يملنا الخصام فيذهب هازئا رأسه. في بعض الأحيان يناديك بأسماء لا يعرف معناها غير الآباء المحبين والأمهات الحنونات. أستعطفك يا صديقتي أن تكتبي إلي، وأستعطفك أن تكتبي إلي بالروح المطلقة المجردة المجنحة التي تعلو فوق سبل البشر. أنت وأنا نعلم الكثير عن البشر وعن تلك الميول التي تقربهم إلى بعضهم البعض، وتلك العوامل التي تبعد بعضهم عن البعض. فهل تنحينا ولو ساعة واحدة عن تلك السبل المتروقة، ووقفنا محدقين ولو مرة واحدة بما وراء الليل، بما وراء النهار، بما وراء الزمن، بما وراء الأبدية؟ والله يحفظك يا أمي ويحرسك دائماً.